رأفت شحاتة رئيسا للمخابرات العامة، قرار جمهوري بصلاحيات نائب الرئيس قبل سفر مرسي لأمريكا، والتأسيسية تسحب 20 اختصاصا رئاسيا في الدستور. خبر مهم جدا عن تعيين اللواء رأفت شحاتة. وبيقول الخبر، أصدر الرئيس مرسي قرار، ده في اليوم السابع على ما أعتقد، أصدر الرئيس مرسي قرارا أمس الأربعاء بتعيين اللواء محمد رأفت شحاتة القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة رئيسا للجهاز اعتبارا من أمس الأربعاء اللي هو النهاردة يعني. وكان الرئيس مرسي قد كلف الشحاتة بالقيام بأعمال الجهاز بعد إقالته اللواء مراد موافي رئيس الجهاز السابق، على خلفية أزمة أحداث رفح وتصريحات موافي حول وجود معلومات لدى المخابرات بتفاصيل العملية وأنها رفعتها للأجهزة المعنية. خبر مهم جدا، تولي اللواء رأفت محمد رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة. أيضا الخبر بيذكر أنه الرئيس مرسي هيترك أو هيحدد صلاحيات نائب الرئيس التي لم تتحدد حتى الآن، وهو قد سافر في سفريات كثيرة جدا، وكان يجب أن يكون هناك دور لنائب الرئيس في غياب الرئيس عن البلد، فسيتم تحديد صلاحيات لنائب الرئيس، وخاصة أن الرئيس وسع سفريته لأمريكا، هيسافر أيضا، السفرية هتشمل البرازيل وبيرو، وهو ما سيتسبب عن غياب الرئيس 8 أيام متصلة، ولذلك سيتولى الدكتور المستشار محمود مكي مقعد نائب الرئيس ويتولى سلطات الرئيس خلال تلك الفترة. أيضا الخبر بيقول أنه قال صلاح حسب الله عضو لجنة نظام الحكم التابعة للجمعية التأسيسية للدستور أن اللجنة استبعدت 17 صلاحية كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية في دستور 71. يعني شالوا من الرئيس مرسي 17 صلاحية وستتبقى 47 صلاحية، وحتى هذه تم تخفيفها حتى لا يكون هناك فرعون آخر يحكم مصر، هكذا يقول الأستاذ صلاح حسب الله. أيضا في خبر عن الدبابات تعود إلى سيناء لمواجهة العناصر المسلحة، ده خبر مهم جدا. ومشايخ القبائل بيقولوا إسرائيل وراء منشورات طرد المسيحيين من رفح. نتوقف كثيرا أمام هذا الخبر، ويمكن حنناقش ضيفنا وحنناقشكم على الهواء في هذا الشأن، ونحاول نعمل مكالمة مع أستاذنا الأستاذ مسعد أبو فجر، نحاول نعمل معاه مكالمة حتى نسمع رد فعله على هذا الخبر أنه دبابات القوات المسلحة والحمد لله بتعود إلى سيناء، لكن في فعلا منشورات بتوزع في رفح وفي سيناء على المسيحيين بتطلب منهم ترك وطنهم وترك أرضهم. مشايخ القبائل بيقولوا انه الخبر ده وراء إسرائيل، لكن ايضا في الفجر، فين صحيفة الفجر يا جماعة؟ صحيفة الفجر فين؟ هتولي صحيفة الفجر من فضلكم. ليه صحيفة الفجر مش موجودة؟ لأن فيها خبر مهم جدا. بيقول الخبر أنه أيضا في محاولات لجماعات مجهولة تطالب بطرد المسيحيين من رفح، والسيسي لواء السيسي يقول سنواصل القضاء على المجرمين. وأبو فجر، التراجع أمام المتطرفين في سيناء يشبه الانسحاب في حرب 67. وسيف اليزل، اللواء سيف اليزل بيقول القاعدة تصر على إقامة إمارة إسلامية، القاعدة بتصر على إقامة إمارة إسلامية في سيناء.
في أرضنا. كلام مهم جدا الخبر ده من اليوم السابع، وأيضا هجيبه لكم من الفجر. هات يا سيدي الفجر، فيه عناوين مهمة جدا غدا إن شاء الله. عادل حمودة، كيف نحبس صناع الفيلم المسيء للرسول في 7 أيام. أيضا الأقباط يبحثون عن وطن بديل. يا ريت نحط الفجر على الشاشة. الأقباط يبحثون عن وطن بديل، وملفات جاهزة لطلب، مش الصفحة دي، الصفحة الأولى، الصفحة الأولى يا جماعة. الأقباط يبحثون عن وطن بديل، الصفحة الأولى يا أستاذ أحمد. ملفات جاهزة لطلب اللجوء الديني ب$3000 في أمريكا، أو الحصول على إقامة في أوروبا بشراء شقة 70,000 جنيه. العنوان مش واضح. أو تأسيس شركة في دبي. كان لازم توسع شوية على الصفحة. الحكومة تقترض $150 مليون يوميا منذ تولي مرسي الحكم. لازم كنتوا تصوروا الصفحة دي على إضاءة كويسة عشان الناس تعرف تقرأ اللي احنا بنقوله. في عنوان كمان أنا هستنى ضيفي أقوله له. مرسي على سرير مبارك في إيطاليا، عنوان صحفي قوي جدا. نزل في جناح المخلوع ب$45,000 في الليلة، وعبد الناصر رفض نفس الفندق ونزل في الأكاديمية المصرية توفيرا للنفقات. ده في الفندق اللي نزل فيه الدكتور مرسي، كان بينزل فيه المخلوع قبل كده. والحقيقة أنا هتوقف عند عنوان آخر، إن الجماعة انسحبت من مليونية نصرة الرسول بعد مكالمة غاضبة من البيت الأبيض. هنحاول إننا نتصل بجريدة الفجر أو بالأستاذ عادل حمودة ونسمع تعليقه، أو الأستاذ محمد الباز أو الأستاذة منال لاشين لتعليقهم على هذا العدد قوي جدا. أستاذ عادل حمودة بيقول تصريحات الرئيس مهددة بأن تكون في شنك. يعني إيه تصريحات الرئيس؟ أستاذ عادل عناوينك الصحفية يعني نارية. الخبر بيقول إنه يوم حادث رفح سمعنا تصريحا متعجلا يؤكد، الرئيس أكد إنه سيكشف عن الجناه خلال ساعات، لكن ذلك لم يحدث لا خلال ساعات ولا أيام أو أسابيع أو شهور. فهل عجزت الأجهزة المختلفة عن التوصل إلى القتلة، أم أنها توصلت إليهم وهناك حرج ما في كشفهم؟ لقد أدى تجاهل التصريح، الدكتور مرسي صرح قال في ساعات هنجيب الجنة، أدى تجاهل التصريح إلى فتح باب الاجتهادات بكل أشكاله المقبولة والمفروض والمرفوضة، المناسبة وغير مناسبة. منها مجاملة منظمة حماس التي ربما تكون متورطة في المجزرة، أو على الأقل تعرف أبعادها ومجرميها. ومنها أن ما حدث مدبر من أجهزة مخابرات خارجية لإعادة ترتيب قواعد السلطة. ومنها أن الإفراج عن شخصيات قيادية حكم عليها في قضايا إرهابية شجع تنظيمات مشابهة أو إرهابية أيضا على مزيد من أنشطة العنف. كلها افتراضات الأستاذ عادل حمودة بيقولها، افتراضات منطقية. بيقول بقى ايه الأستاذ عادل حمودة؟ لو كان المتحدث الرئاسي أنكر إن الجناة ليسوا من الإرهابيين السابقين المفرج عنهم بعفو رئاسي، طب كيف عرف ذلك دون معرفة الجناة نفسهم؟ هو ايه المتحدث الرئاسي قال الجناة ليسوا من الإرهابيين اللي تم عفو عنهم، اللي الرئيس عفى عنهم. طب انت مادام عارف كده يبقى عارف هما مين الجناة؟ أم أنهم عرفوا الجناة وتأكدوا أن الجناة لا صلة لهم بالحادث؟ وهناك هنا يكون السؤال الصعب، لماذا لم يكشفوا عنهم؟ ما الذي يمنعهم وما الذي يحرجهم؟ المقال مهم جدا. أيضا بيقول أستاذ عادل كلام مهم، قدمت لأول مرة الحل القانوني الوحيد وأنا موافقاه لسجن صناع الفيلم المسيء للرسول، فكفرتني ميليشيات إلكترونية عجزت عن تبرير موقف الإخوان الضعيف من الأمريكان.
فعلا استاذ عادل قدم الحل الوحيد اننا نقدر نسجن الحيوانات اللي عملوا الفيلم ده. في قانون في امريكا اسمه القانون ضد المعادي للكراهية، يعني اي انسان يزدري او يتعدى انسان اخر في عقيدته او في شخصه او في دينه او في مبادئه يبقى هذا المتعدي يدخل السجن فورا. وانا هحكي لكم حكايه في الموضوع ده. انا كنت في مؤتمر في امريكا من زمان، كان معايا الله يرحمه الاستاذ رضوان الكاشف، وكان معانا استاذ حسن حامد اللي كان رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون. كنا مجموعه من المصريين رايحين في مؤتمر عن تاثير البرامج بتاعتنا على المجتمعات العربيه في جامعه نيويورك في معهد الشرق الاوسط. واحنا قاعدين انا والاستاذ محمد جوهر كان معانا كمان، فاحنا قاعدين ابتدوا يتكلموا على اسرائيل والفلسطينيين والغلابه اليهود اللي راحوا في محرقه الهولوكوست. فانا قلت انا عايزه اتكلم، فقالوا لي اتفضلي. قلت لهم الحقيقة، يعني إذا كان اليهود بتقولوا في 2 مليون راحوا حرقهم هتلر في الأفران في محرقة الهولوكوست، ده شيء بشع وده شيء لا تقبله الإنسانية، والحقيقة إحنا يعني نأسف إن هذا حدث لليهود، لكن أنا بقول طب ما يقولوا لنفسهم بقى، لأنهم بيكرروا نفس الحكاية مع إخواتنا الفلسطينيين وبيعملوا محرقة جديدة ومجازر جديدة وسبرة وشتيلة. وابتديت أرص عليهم ازاي اليهود او ازاي الاسرائيليين بيرهبوا ويقتلوا الاطفال والنساء ومجازر للمخيمات الفلسطينية. بصيت لقيت كان في ناس قاعدين ما تعرف طلعوا منين، طلعوا وفد جاي من اسرائيل، قالوا انت عمرك نيفر ايفر تقولي الكلام ده. وبصيت لقيت الدنيا ولعت، وانا بقى ورضوان الله يرحمه كنا واقفين بقى متصديين للدفاع عن الشعب الفلسطيني. فطلع انه احنا تعدينا وابدينا كراهية لليهود، وازاي نقارن ما بين الاسرائيليين وما بين النازيين وهتلر، ده مقارنة غير مقبولة. ومسكوا فينا وقعدوا اشخطوا فينا، وبصيت لقيت الناس هياكلونا. فالمهم كانت أزمة في المؤتمر كبيرة، وأنا طبعا أصريت بدماغي الناشفة وبتاع، يعني إحنا ناس وطنيين وما نقدرش نغير كلامنا. فجابني جالي كده واحد من الأمريكان على جنب قال لي الكلام اللي قلتيه ده أنت والأخ يحطكم في السجن. قلت له إيه؟ قال ده قانون معاداة السامية، لو الكلام ده إحنا هنحاول نصلحه لأن ممكن يتقبض عليكم وتتحبسوا فورا. أستاذ عادل قال بقى الكلام ده، قال احنا نقول على اللي عملوا الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام هذه معاداة وكراهية يعاقب عليها القانون بالسجن، ودي الطريقة الوحيدة. لكن بقى الميليشيات الجراد الالكتروني اللي بيطلع لنا فجأة كل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم يطلع لنا جراد الكتروني بدم مش عاجبينه، بدم مش على مزاجه، بدم مش من الفئة بتاعته، يفضل يهين فينا. وما علينا، احنا في انتظار ضيفنا، وطبعا لا يخفى عليكم هو مين. هو عجينة موهبة، شخص حاصل وعجينة سياسة كوميدية، هو حاصل جمع حكايات إنسانية كثيرة، هو كوميديان بالفطرة، يفرض عليك البكاء إذا أراد الكلام، فالكلام عنده صنعة، ماكنة إنتاج أفكار، حالة تفكير لا تتوقف حتى وهو نايم، يحاصرك بالصمت لأنه بيعرف يستخرج منك الضحك ويفرض على نفسه الحزن والألم، نار لا تحرق إطلاقا، ضغط مياه شديد لا يطفي حتى عود كبريت، تشم فيه رائحة إدوارد خراط في طبعته الشعبية، نصب نفسه سيد درويش في فن التشخيص، هو ابن الإسكندرية الذي درس التجارة وفشل كتاجر. كل
بيقول عنه انه عبارة عن حالة شخبطة على جدران الحياة. هو فنان 9 ريختر على مقياس الريحاني وفؤاد المهندس وعادل امام. هو يقاتل لدفن اسماعيل ياسين في داخله ونجح انه يكون نسخة متفردة بين كتب الضحك. له سبب، لانه قمة الأدب ويتفاخر بشهادة حصل عليها من جامعة الميتابوليزم. هقول لكم إيه؟ صباحه كذب قالها مبكرا وقت أن حاول استنهاض البصيرة قبل البصر. سخر من أصحاب شعار خد الفلوس واجري، لكنهم ضحكوا معه وعليه. تنبأ بالثعلب في الملعب فسالت الدموع على وجناتنا، وأشار في أعماله إلى خطورة الإعلام لحظة كشفه الستار عن تلفزيون في بيتي، وانتظروه لو قدم فيسبوك في الضلمة. هو الحقيقة حالة مجانينه خالص، يكتسح الواقع بقوة البولدوزر، لأنه لو سألته عن سر الأرض هيطلع لك مصباح القرموطي وهيقول لك معلش احنا بنتبهدل. دي فصول من حكاية الفوريجي، وإياك أن تسخر منه، هتسمعه بيقول لا مؤاخذة يا دعبس. إنه يقاديك أمام محكمة الشعب، يفرض عليك عدم احترام قانون صمت الخرفان، ولا تتعجب فهذا إنذار بالطاعة، على الرغم من إنه الهمجي وهو واحد من المتظاهرين اللي يقولوا لك أنت حر، واوعى تقول عليه الغشاش لانه يفضل انك تسميه البعبع. وخلي بالك من جمعة، لو حاولت ان تستمع للانسان فهو شريك عطية الارهابية، وهما الاتنين يقدروا يقنعوك انه فيما يبدو مش سرقوا عبده، ده سرقوا عبده وسرقوا محمد وسرقوا مصطفى وسرقوا كل الشعب المصري وكلها ألعيب. ضيفي مثقف حقيقي احترف التمثيل، ناضل من أجل الحرية، يحاول إدمان العدالة باعتباره ترعرع على الإبداع من عتبة قصر ثقافة الطفل في الإسكندرية. أقول فيه إيه؟ مخترع العصمة في إيد حماتي ولا برهومة وكلاه البرومة؟ احترت معاه لأنه العبقري 5 اللي حيرنا بإن في جوازة ناقصها شاهد، وعلى الأصل دور دور على أحمد آدم. اي لبش في اي حتة في اي منطقة من العالم احنا اللي عاملينه. احمد ادم اوعى تضربي جامد، لك عامل لنا محضر في الاسم يودينا في داهية. وانا براي دوخة زغللة كرشة نفس، اكلم مدير الامن لو سمحت. يا ريت ما كنت بفكر. ايوه يا صاحبي، بس تلاقيه لسه حالق دهنه. ايه؟ وهو لما بيحلق دهنه صوته بيتغير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش حاجة، مفيش حاجة، احنا اخوات يعني. يخرب بيتك. السايكولاستيكي اكتراري اضطراري تكراري. بقول لك ايه ياما؟ انا كنت حلو وانا صغير. واشوفك وانت بتقبض على المجرمين لايف على الطبيعة. اقفل بقى. العروسة اللي انت شفتها 3 ثواني ديت. لا انت وحشني، فكني عظيمه يا مان. ابو ابويا وكتاب الله هنعمل في نفسي عامله ما هخليك تشوفني للابد. ايه تعمل ايه يا مان؟ احط نفسي في شركه من توظيف الاموال عشان تفقدني للنهايه. عايزكم بقى تتفرجوا على ابو عمر في اول حلقه عشان تشوفوني جريء ولا لا. احمد ادم حبيبتي، ازيك يا دكتوره؟ وحشني جدا والله العظيم. انت اللي وحشاني جدا جدا جدا. ده اللقاء رقم المليون بعد المئة، زي ألف ليلة وليلة. عملنا حاجات كتير من سنة 2001. لا من سنة 2001. لا يا راجل، عملنا بعد كده بكتير. لا يعني قصدي ابتدينا ابتدينا يمكن من 2000 ويمكن قبل كده كمان، من 2000 ايام حوضة كرامة وحاجات. ايوه بالظبط، 99 سنة 99. شفت بقى؟ كان أول لقاء بيني وبين حضرتك والله. عجزنا أولا. أنت صغرت. لا ما انت عملت عمليه شد وش، شدت بوتكس والحاجات ديت. بوتكس؟ ما احنا خلاص بقينا بوتكس. حقنتين بوتكس. انا ساعات ما بعرفش الزملاء والله. ازاي يعني؟ بقى اخش ساعات في اماكن ف
اجي اسلم على اصاله فاحس ان هي منى زكي, او اسلم على يعني ايه كلنا بقينا شبه بعض, في الستات كلهم بقوا شبه بعض والله. صعب ان الرجاله يبقوا شبه بعض, لكن الستات كلهم شبه بعض. معظمهم. بس انت جربت تاخد حقنه بوتكس؟ لا لا ما بحبش الحاجات دي, ما اعرفها اي حاجه ما اعرفهاش اخاف اعملها. ده انا عشان اعمل الليزك بتاعت عينيا دي اخدت فيها قرار 3 سنين وبعدين عملتها. بس عملتها طب انت لابس نظاره؟ لا لا دي عاديه يعني نظاره كده يعني ايه لا كده بس عشان الناس اخدت كده نظاره. يعني نظاره مش نظر. لا 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 عملت خلاص بقى الحمد لله من حوالي 4 سنين بس عشان اخد القرار ده. لا خدت كتير جدا يعني عشان كده بخاف اعمل اي حاجه. يعني بس البوتوكس يعني ده حقنه كده وحقنه كده ما هنفضل بقى نتحقن تخلي وشنا مستريح. يعني بالنسبه للستات مفيد. لكن انا راجل وكوميدي يعني ما تفرقش معايا. يعني عجزت شاب بقيت شاب ما يعني الكوميديان ما تفرقش معاه مش جان يعني. لا يعني يعني اشتغل في اي لو عايز اشتغل يعني لو عايز برضه في سوق ليك برضه يعني. والله الايام ايه الاخبار؟ ايام حلوه الحمد لله الحمد انا لله. عايزه نبتدي. انا اقرا لك, قريت النهارده وحيد حامد كاتب ايه؟ لا في ايه في الوطن. لا كاتب مقال اقل ما استطيع ان اصف به انه ناري. انا يعني استاذ وحيد احنا يا ريت نبقى نكلمه بعد شويه بس اسمع جزء من المقال للساده المشاهدين وللاستاذ احمد ونعلق عليه وشاركنا الاستاذ وحيد. استاذ وحيد ايه اللي خلاك تكتب الكلام ده دلوقتي؟ المقال بعنوان الى السيد الدكتور الحاج محمد مرسي العياط, هي رساله. الحقيقه بيقول فيها, انا هقول لك مقتطفات منها تقول لي رايك فيها. هو بيعاتب الرئيس بيقول له ارجو ان تنزل الى الشارع تتفقد احوال الرعيه حتى لو كنت متنكرا اسوه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه, حتى ترى بعيني راسك الفوضى العارمه التي ضربت هنا بقى ايه هناخد نوتس الفوضى العارمه اللي بيصفها الاستاذ وحيد حامد التي ضربت الدوله في جميع مفاصلها وشرايينها حتى اصبحت هي زعيمه الدوله بعد ان فرضت سيطرتها الكامله وغيرت من طبائع الناس واخلاقهم. تفقد احوال الفقر والعوز وغلاء الاسعار وشاهد القذارة المنتشرة في كل مكان وعفن الفساد. نحن لا ننسى أبدا عندما أصبحت رئيسا فتحة الصدر التاريخية في ميدان التحرير وإظهار الشجاعة الفائقة بعدم ارتداءك القميص الواقي من الرصاص, وقلنا الحمد لله الآن لدينا رئيس لا يهاب الموت في سبيل الوطن. ولكن يبدو أن القميص الواقي من الرصاص يومها كان مغسول ومنشور على الحبل ولم يجف بعد, لأن ما نراه منك الآن لم يحدث في تاريخ مصر ولا أي دولة أخرى في العالم الثالث. أقول العالم الثالث لأن رؤساء العالم الأول يتحركون دون حراسة كبيرة, حراسة تقريبا غير مرئية أو محسوسة, وأنت الآن تتحرك وسط حراسة مشددة ومدربة لو وجهتها إلى سيناء التي على وشك الضياع لطهرتها تماما من الإرهابيين على اختلاف أنواعهم وتوجهاتهم. وأنا لا أجد غضاضة في أن يكون لك موكب مثل موكب الخليفة وحراسة إن لم تكن من أجل الخصوم فمن أجل المعتوهين أو الموتورين المتشددين الذين أمرت بإطلاقهم علينا بالعفو عنهم فعادوا إلى سيرتهم القديمة في جرأة وقسوة. وها أنت قد رأيت بعينيك الأعلام السوداء التي ترفع في سيناء وفي قلب القاهرة, مما يؤكد أن هذه الخلايا الإرهابية موجودة وفي زيادة. أيضا تعلم أن مدرب الوحوش غالبا ما تكون نهايته بين أسنان الوحش. يعني أنا عايزة أتوقف أمام مشاهد صلاتك هذه التي تكفي إطعام 1000 أسرة لمدة شهرين أو 3, يعني تكاليف الصلاة
تكاليف عشان الحراسة يعني وكده. عشان الحراسة تكاليف الصلاة في المسجد تكفي إطعام 1000 أسرة لمدة 2 أو 3 أشهر دعك من التضييق على عباد الله الصالحين وخنقهم بالجيش الذي يحرسك. ألم تفكر لحظة واحدة بأن الله يراك؟ فأنت تذهب بقواتك للركوع أمام الله وكأنك تقول له أنا صاحب مصر. الحقيقة مقال ناري وخطير. بنتوقف من هذه اللغة، يعني احنا لسه شايفين محاكمة بإهانة الرئيس، انا مش شايفة فيها إهانة بس شايفة فيها لغة قاسية ولغة يعني صريحة لدرجة الإيلام، يعني لغة قوية جدا من الأستاذ وحيد حامد. بتكلم فيها على يعني اللغة والأخلاق وما يحدث في هذا الزمن والفوضى المستشرية في البلد، القذارة، الإرهابيين اللي مستشرين في سيناء وحيخلعوا حتة من قلب مصر ويعملوا لنا فيها إمارة. فيعني مقال خطير جدا، برأي حضرتك في الكلام ده إيه؟ هو طبعا يعني مش معاك في حتة أنه مقال مؤلم وناري. الراجل بيتكلم بمنتهى الوضوح والشفافية. واعتقد ان ده مطلب الجميع، ان يكون هناك شفافية. فاحنا مثلا كنت افهم وانا صغير في ان احنا ما عندناش غير اذاعة القاهرة واذاعة صوت العرب. ولما سمعنا على 67 والهزيمة بتاعت 67 ما كناش سمعين انها هزيمة في الاول. ما كناش سمعين، ده احنا كان قالك وحطمنا طائرات 20 طائرة واحنا نقول ايه. وقعدنا فرحانين وبابا يوميا كان بيقايف. وبعدين ابتدينا ايه، كان في ايامها بيقعد يسمع البي بي سي ويجيب محطة لندن عشان نعرف الاخبار حقيقة، عشان نقوي تشوش عليها وبتاع. انا مش مصدق بأمانة ان في وسط هذه العولمة الكبيرة وان في وسط هذه الميديا من نت القنوات فضائية لصحف الكترونية لصحافة ان انا بقى عايش في تعتيم مش عارفه. انا مش عارف ايه اللي بيحصل في سيناء فعلا. ولو ان انا مع ان مش كل حاجة عسكرية تتقال، لا في حاجات فيها اسرار، لكن اللي بيحصل هناك في علامات استفهام كتيرة علينا على الناس انك تعرفها. يعني هي الناس كانت عاملة ده، احنا كنا بنتكلم على ان مفيش شفافية. انا برضو مش بقصد الشفافية اللي بيقصدها السياسيين، لان برضو بيني وبينك اي سياسي بيبقى رأيه بالنسبة لي بيبقى فيه غرض. عشان كده انا ماليش علاقة بالسياسة. انا لما بتكلم على واحد عانى مع شعب، يعني انا واحد من الناس اللي مريت بكل المراحل والتجارب والحاجات واللي اثرت فيا كل سياسات من اول جمال عبد الناصر لانور السادات لحسني مبارك، وكل الحاجات ديت مر بيها جيلنا، وكنا في عصور تعتيم لكن كنا بنستطيع ان احنا نستقي المعلومه ونجيبها ونعرفها. انا مش مصدق إن في الزمن ده احنا في حاجات كتيرة مش عارفينها. يعني سينا ما هو له حق طبعا ايه نسأل الناس عن سينا، مش بنتكلم بقى على ان نشوف الجيش بيعمل ايه والحاجات ايه، ده شغل الجيش مالناش دعوة بيه. لكن من حق اعرف ايه اللي بيحصل في سينا بجد. هل فعلا القاعدة؟ طب والقاعدة ايه اللي جابها اليومين دول؟ طيب والكلام ده بيحصل قبل الدستور؟ طب في الايام اللي احنا محتاجين ما نتكلمش فيها في حاجه في الدنيا غير في الدستور، بنتكلم في 30 مليون موضوع حوالين كل حاجه الا الموضوع الاساسي. وعلى فكره ده عيب لاحظته من عيوبنا. انا بقالي بص يا مدام سنه قاعد قدام التلفزيون اقعد اتفرج كده على القنوات الفضائيه واشوف عايز اراقب الليله عامله ازاي. اكتشفت والله ان بتبدا اي مناقشه بين اتنين في اي قناه عربيه اول حاجه بيقولوها لبعض يبص له كده يقول له الاختلاف طبعا لا يفسد للود قضيه، يقول له طبعا الاختلاف لا يفسد للود قضيه حضرتك طبعا احنا عارفين كل حاجه، بس انا من وجهه نظري اول ما يقولوا وجهات نظرهم بعد ربع ساعه بنلاقي كوبايات في وش بعض. وبعدين يتكرر نفس الموضوع ويتكرر نفس المشهد ويتكرر نفس الحكايه وبنقول نفس الجمله. يعني بنقول برضو نفس الجملة الخلاف لا يفسد للود قضية، وهو لا ده بيفسد للود قضية. احنا مش قادرين نعرف الفرق بين الخلاف وما بين الرأي وما بين الغرض وما بين السب. يعني معنا على الهاتف بعد اذنك استاذ احمد الاستاذ الكاتب الكبير الاستاذ وحيد حامد. اهلا وسهلا استاذ وحيد. اهلا دكتورة، ازاي حضرتك؟ ايه اللي جرى يا استاذ وحيد؟ هذا المقال الصادم الخطير. لا هو لا يعني انا مع احترامي لراي حضرتك انا لا شايف ان هو صادم ولا خطير. احنا انا كمواطن مصري
عايش وسط الناس، حاسس باللي بيجرى في البلد، ولا ماليش اي حاجه ولا ليا اي طموحات الا مصلحه مصر. اي وبعدين كان لازم لما الاقي يعني الوضع على ما هو عليه فكان لازم نتكلم، لان انا ما شفتش اي تطور اي تحسن، ولقيت مصر كل يوم بتغرق يعني ايه بتنزل. وطبعا اي مصري مش انا لوحدي، بس اي مصري لابد ان يتكلم ولابد ان يقول ولابد ان يكشف او حتى يعبر عما يحس به. مش هي دي الديمقراطيه ولا ايه؟ اي بس ادي الحكايه. انما إن انا لا اعمل يعني لا اناصر زعيم على زعيم ولا حزب على حزب، انا مع من يعمل لصالح هذا البلد يعني ان يعني يترك ذاته ويترك مصالحه الشخصيه ومطامعه ولا يفكر لنفسه او لجماعته او لحزبه او لاي شيء، ويكرس كل جهوده لخدمه هذا الوطن. لماذا هذا التوقيت؟ لماذا هذا المقال في هذا التوقيت وهذه الرساله الى الدكتور وحضرتك وصفته الدكتور الحاج محمد مرسي العياط؟ اتفضل يا فندم. هقول لحضرتك على حاجه. اي انت بتقولي لماذا؟ عندما يحس الانسان بالالم لابد ان يصرخ. ايوه فهذه صرخه، هذا المقال صرخه. هذه صرخه مواطن مصري كان يامل خيرا في نظام الحكم الجديد. ايوه ولكنه لم يرى اي شيء يبشر بخير. بس الرد يا فندم يا استاذ وحيد، الرد بيتقال لك ادوله وقت، الراجل ما لحقش يعني لسه وقته قليل. ده شيء عظيم جدا. ايوه ده شيء عظيم جدا. أيوه. انا واحد من الناس لما سمعت بحكايه ال 100 يوم ديت ايوه قلت ما تنفعش، لاني فعلا البلد كانت يعني مهلهله وهو يحتاج الى وقت اكثر واكثر واكثر. طبعا لكن هم في نقطتين، الارث 30 سنه من الفساد المطبق. ايوه في نقطتين، ان هو الذي وعد، فطالما انه وعد عليه ان ينفذ، ليس بالضروره كل ما وعد به. أيوة. ولكن جزء منه، او على الاقل نرى شروع في التنفيذ خطوه للامام. ولا اطالبه بكل الخطوات. انا لما اشوفك بتقطعي في المشوار خطوه وراء الاخرى لابد ان انظر اليك في اعجاب، لكن لما الاقي نفس الحاجه اللي كانت بتحصل ايام مبارك هي اللي بتحصل دلوقتي، والاقي حاجات اكثر يعني قبحا مما كان يحدث، لابد ان نصرخ. انما حقيقه الامر انا واحد مستعد لو شفت شيء ايجابي اول واحد يرفع اعلام ويهلل. انما حتى هذه اللحظه احنا في حاله تدهور. بس ادي الحكايه كلها. استاذ احمد، ازيك يا دكتور؟ اهلا يا احمد، ازيك؟ اخبارك ايه يا باشا؟ انا لسه قلت كلام حضرتك اللي هو لما قالت الدكتوره ان ده كلام مؤلم وخطير، قلت لها مش مؤلم ولا خطير ولا اي حاجه، هو بيتكلم كلام عادي وكلام من حقنا ان احنا نعرف ونستشف. كنت لسه بقول للدكتوره، ما اعرفش اذا كنت متابعنا ولا لا، ان احنا يمكن في عصور ما كانش فيها العولمه الكبيره ديت والميديا الكبيره دي، ومع ذلك كنا بنقدر نعرف ايه الاخبار. لكن دلوقتي انا مش مصدق ان في وسط الميديا دي وما زالت في حاجات كتيره متعتمه علينا، مش كده؟ لا، في حاله تعتيم اكتر، تعتيم كتير. مش كده يعني؟ النظام السابق بكتير. لا ده احنا يعني كنا بنطلب الشفافيه وبنتضايق من ان هم بيتاخروا في الرد او بيتاخروا في لا ده هنا ما فيش حد بيرد، يعني ايه ما فيش حد بيتكلم يعني. لا في وفي حاجات كتيره من حقنا ان احنا نعرفها يعني. انا ايه يا استاذ احمد، مع احترامي الشديد، في حاله استخفاف، في حاله استخفاف بالمواطن المصري وحاله خداع للمواطن المصري، وهناك زي ما قلت اله اعلاميه عاوزه تقول خدوهم بالصوت ليغلبوكم، لكن بالعكس احنا دوله جريحه. دوله جريحه وعاوزه اللي يعينها. كانت الثورة بتقوم ليه؟ أيوة. عشان نكرر ما فعلناه أيام الحكم السابق على الإطلاق.
ده احنا عندنا بذخ في الانفاق في 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 مصارف معينه وعندنا ناس ابتدت تشرب عصير الدكتاتوريه وعندنا لا 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 لابد احنا عاوزين نعيش في دوله ديمقراطيه حقيقيه زي ما توعد يعني في زي ما وعدتونا يعني ايه زي ما توعدنا بالظبط عايزين ننفذ يعني اللي هو دوله مدنيه حديثه فانا مش مصدق برضو ان احنا في 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 عز كتابه الدستور برضو منشغلين بقضايا وبعدين هنفاجئ بدستور مش عارفين هيبقى تفسيراته ايه وشكله ايه وصياغته هتبقى ازاي ده علشان يصيغه ماده بكلمه انا مش عارف ده ممكن يخلص في شهرين ولا في اربعه والله يا استاذ احمد ما تفكرني بحكايه الدستور دي طب ده ده اهم مرحله يا استاذ وحيد لا اصل في بلاوي بتتعمل في الدستور طيب طب انا حضرتك بتقول الدستور استاذ وحيد انا هقول حاجه وانت بتقول الدستور النهارده رئيس الوزراء اعلن ان الاستفتاء عن الدستور هيبقى في نهايه اكتوبر يعني اساسا محدش لسه ادى للشعب الدستور عشان نقراه ونستوعبه ونناقشه ونعرف تفاصيله ايه عشان ننزل نستفتى عليه بس السؤال هو رئيس الوزراء ماله بالدستور اساسا ايش دخله في الموضوع انا عاوز اقول لك حاجه في تداخل للوظائف اتفضل يا فندم مش لما يكون تحت ايده دستور الاول ايوه يبقى في دستور فعلا يقوم يحدد الميعاد استفتى عليه امتى يعني كمان مفيش دستور لسه مخلص في خلاف شديد في اللجنه ايه الحكايه وبعدين انت عاوزه انت فاكره انك انت لما تجيبي لي دستور في البنت تتجوز 9 سنين الشعب المصري ده هيستنطع ويسكت ايوه لا مش كده بقى لا في خلاف شديد هو الاتي لما يقول لك استفتى عليه في اكتوبر ده لازم يكون عنده دستور والناس على الاقل ناقشته واتفق لكن ده ما عندوش حاجه انما يتضح من هذا انه عاوز يفرض عليكي دستور بقول لك لا المصريين مش امه من غنم ايوه بس اشكرك يا دكتوره هاله شكرا استاذ وحيد حامد واحنا في انتظارك معانا ان شاء الله في الاستوديو يعني فعلا نقطة مهمة جدا اللي قالها الأستاذ وحيد يعني إذا كان ما فيش دستور لسه في إيدينا ما هي دي المشكلة بيحددوا ميعاد إننا نستفتى عليه إزاي يعني مش لما يديهولنا ونقراه وبعدين إيه والناس لما هتقراه هتفهم إيه إذا كانوا هم كفقهاء سياسيين بيختلفوا على بند واحد أيوه وبيختلفوا على معنى الكلمة أيوه وإحنا عندنا مشكلة في وطننا العربي بأمانة وحاسس إن هم أربع جمل هم اللي مضيعيننا اللي هو كلمة النظام أنا أرانك لو قلت مثلا كلمة النظام وفي 13 مثقف قاعدين كل واحد يقولها لك بنفس المعنى كل واحد هيبقى له معنى مختلف فاحنا مشتبكين اساسا في الالفاظ اراهنك لو واحد عرفني يعني ايه علمانيه لكن ايه بقت المرادف بتاعها الكفر لكن اراهنك لو حد من الناس قدروا سته قاعدين مع بعض واحد فيهم يقدر يعرف كلمه علمانيه حتى من المثقفين لان كل واحد بيفسرها بشكل من زكي نجيب محمود لغايه احمد لطفي السيد لغايه عبد الوهاب المسيري كل واحد بيفسر انما بنقعد نشتبك في الفاظ وبنقعد نتكلم كتير وما بنصلش حاجة مناقشات بيزنطية جدلية عقيمة لا عارفين نوصل لحل ولا عارفين نوصل لنتيجة ولا عارفين ناخد موقف ولا عارفين حتى نفك الاشتباك بين الألفاظ وبعضها أيوة. فتبص تلاقي انت بتتكلمي في عبس يعني ايه زي العبس اللي عمله بيكت وسارتر بين الحرب العالمية الثانية لان لقوا ان اللغة أداة رديئة لتوصيل المعاني بين الناس وبعضها لقوا ان اللغة مش موصلة للمعاني وما هياش أداة جيدة لتوصيل الكلام فأصبحنا نتكلم في عبس وطلع من هنا بقى اللي هو الحوار العبسي اللي احنا بقينا فيه دلوقتي اللي هو الحوار بقى اللي كنا بنعمله في المسرحيات العبسية زمان اللي هو تاكل ايه حركة بالاتوبيس احلى حاجة ركبتها يقول لك الفاصوليا طبعا يعني الكلام مش مترابط ولا عمره هيبقى مترابط لان طول الوقت احنا مش متفقين على معاني معينة مختلفين في الالفاظ اللي هي محددة حياتنا اللي هي بنعمل عليها حياتنا مختلفين فيها طب هنتكلم في ايه انت دلوقتي دخلت في نقطة مهمة جدا 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 وهي مش بس الألفاظ واللغة الجديدة التي والألقاب واللغة الجديدة اللي احنا عايشينها دلوقتي والألفاظ اللي دخلت حياتنا من يوم الثورة لغاية دلوقتي زي ما انت قلت العلمانية يقول لك ده كافر ومحدش عارف يعني ايه علمانية انا هسألك في بعض الألفاظ وتقول لي بتمثل لك ايه بقى ألفاظ ثورية نبتدي كده نقول اول الطرف الثالث
لغايه دلوقتي. وبعدين طلع حد ان في طرف ثالث في امريكا كمان. ما هو الطرف الثالث ده بدا من امريكا يا جماعه. يعني 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 قولي لي مثلا ايوه من 2011 ايوه دكتور عسل والله لا ايوه من 2001 قصدي من ساعه البرجين دول لما وقعوا ايوه انت عرفت لغايه دلوقتي مين اللي وقعهم؟ يعني لا ما تعرفش ده ما انكر اسامه بن لادن اساسا انكر وقال أنكر. مبارك لكن لا ده طلع بقى يعني عليه. ده هم ناس طلعوا من عندهم قالوا اساسا ان ديت اساسا طيارات حربيه وان الموضوع اساسا ما فيهوش ارهابيين ولا في ناس ولا له علاقه بقاعده ولا ما قاعدهش ده تبرير هم عندهم دلوقتي أيوه. ابتدوا يقولوا ويبتدوا وابتدت تطلع كتب وابتدت تطلع ابحاث عن ان هم مش فاهمين لغايه دلوقتي البرجين ومين اللي عاملهم. ادي طرف ثالث ده بدا الطرف الثالث من 2001 على فكره في حاجات كتيره بادي معانا من زمان بس احنا اللي ما خدناش بالنا لكن كان باين كان باين ان احنا امريكا بتوضب على فوضى وامريكا بتوضب على فوضى من بدايه من عندها لان هي خدعه كبيره اسمها الديمقراطيه الشعوب كلها هتعيش فيها وهنفضل احنا نهابها بكده مع بعضينا وهتطلع في الاخر المساله ايه ديمقراطيه تعالي احسبيها لي في اعتى الدول الديمقراطيه امريكا حزب الجمهوري الحزب الديمقراطي في اسرائيل اللي كود العمل في انجلترا المحافظين والعمال هنا الاهلي والزمالك ما فيش غير اتنين هنا بقى في ايه ما هي الحريه والعداله اي وايه وخلاص احنا لازم يبقى عندنا حزب واحد احنا مش بتوع ثلاث احزاب احنا الحريه والعداله وخلاص احنا ما عندناش اتنين احنا احنا الحريه والعداله وخلاص احنا شغالين على طول احنا بتوع الحزب الواحد احنا بتوع الحزب الواحد ايوه نحب الحزب الواحد احنا الظاهر بنحب الحزب بنحب طب هقول لك حاجه جايين دلوقتي انا مبسوط طبعا بس بعد فوات الاوان ان كل الكتل السياسيه والقوى السياسيه بتتحد مع بعض عشان تعمل كتله موحده طب خليهم بقى يقعدوا يتفقوا بس على حاجه مع بعض ما بنتفقش بص يا مدام من الاخر خالص انت عارفه اي حاجه في الدنيا سطر الراجل ولدي ورانت ده عمل كتاب اسمه قصه الحضاره عارفاه طبعا 14 مجلد هو سطر واحد بيقول بس يعني هو كل المجلد ازاي الدول اتقدمت وازاي الدول انهارت والامبراطوريات ايه سبب صعودها وايه سبب هبوطها لكن جه في الاخر قال جمله بتلخص كل الكتاب ده قال ايه لا تستطيع قوه في العالم ان تحتل اي حضاره الا اذا اكلت هذه الحضاره نفسها من الداخل وهو ده اللي احنا بنعمله احنا طول الوقت بناكل في نفسنا من الداخل وعايز اعرف الهدف مش لاقي طب هو الوصول للحكم ماشي موافقين لما تيجي تقول لي انا عايز اوصل للحكم وعايز افضل احكم بدماغي سيبونا اجرب 10 سنين موافقين بس ما نكررش نفس الاخطاء واخد بالك مع ان برضو عامل حسابي وعارف انا دايما بحط نفسي مكان الاخر ان اي رئيس في مصر ايا كان انتمائه لما بيقعد على الكرسي بيشوف زاويه غير الزاويه اللي كان فيها وهو معارض ايوه الزاويه بتختلف عن الزاويه واخد بالك وعندي دلائل كتيره حتى على الدكتور مرسي في انه لما شاف حاجه بيشوفها من وجهه نظر الحكم غير لما كان بيشوفها من وجهه نظر المعارضه انما احنا اللي ينقصنا ايه ينقصنا دلوقتي ان احنا عايزين نعرف الدستور يا جماعه عايزين نعرف مشروع النهضه اتقال مثلا في 20 سنه طيب افرض بعد الانتخابات اللي جايه جاء حزب يساري هل هو هيمشي بال 20 سنه بتوع النهضه ولا هنبتدي من اول 5 سنين تاني نعمل مشروع اللي مش نهضه بيدبدب برجليه في الارض هنبتدي من 5 سنين ما ما انا انا بصي انا ضاع حياتي يا محمود هنبتدي من 5 سنين انا حياتي ضاعت في الخطه الخمسيه انا من وانا عيل صغير واحنا نسمع ان ايه الايام هتحلو في الخطه الخمسيه ما تخلص الخمسيه تيجي خمسيه ثانيه وبعدين يقول لك اصل احنا بنبني طيب حاضر اصل احنا من اثار العدواء حاضر انا اتبرعت لمعونه الشتاء واتبرعت واحنا ما كناش لاقيين ناكل واحنا صغيرين وعمال اتبرع من وانا صغير عمال اتبرع معونه الشتاء والمجهود الحربي واثار العدوان ومحو اثار العدوان وبعدين حرب الاستنزاف وبعدين الحرب بعد وبعدين البنى وبعدين حرب اكتوبر حصلت وبعدين البنى بعدها عايزين نبني البنيه التحتيه لانها اتدمرت ونبني المدن اللي اتهدمت وبعدين جاء السادات وابتدينا نطلع ونشم نفسنا وقال عام 80 عام الرخاء وانت اتبرعت وراح قول هنبتدي تاني من اول هنا دلوقتي في تبرعات برضو مطلوبه مننا
من ايه؟ رمضان كان طول النهار يطلبوا مننا تبرعات. احنا محتاجين اللي يتبرع علينا خلاص دلوقتي. احنا ربنا يسترها معانا خلاص. طيب كل ده في الطرف الثالث. كل ده الطرف الثالث بدا، احنا بقول لحضرتك بدات حاجات عندنا من زمان واحنا مش واخدين خلاص. أي. الطرف الثالث ده بدا من امريكا، بان بان ان امريكا مش هتخلق الفوضى الخلاقه من ساعه حربها على العراق. أي. لما لا المجلس الامن رضى يديها تصريح ولا الامم المتحده، ومع ذلك دخلت العراق واحتلت وهدت، مش كده؟ فبان ان ايه، خلاص بقى ما فيش ضابط مباحث في المنطقه. المنطقه ما فيهاش ضابط، ما اللي عايز يعمل حاجه ما دي بدايه البلطجه. ما دي بدايه البلطجه الدوليه. فاكره لما قلت لك في البرنامج ان الفوضى اللي جايه هتيجي على جناح الديمقراطيه؟ ايوه. ليه؟ لان الانجليز لما جم هنا في الانتداب البريطاني وعملوا سايكس بيكو وبتاع، وده اللي مضايق بجنني، يعني ان كل الناس عارفه سايكس بيكو ومع ذلك بنقول ايه فين المؤامره، مع ان ما فيش مؤامره على فكره. يعني اللي قاله لنا الامريكان ان احنا هنعمل فوضى خلاقه وشرق اوسط كبير من يضم من تركيا لغايه المغرب، واسرائيل هتبقى فيها هي الطيره المهيمنه، الكلام ده احنا ما دخلناش عليهم اوضه فجاه زي ما طلعوا بيقولوه. ده هم طلعوا قالوا لنا هنعمل لكم تقسيمات، هنسير بينكم النزاعات الطائفيه والعرقيه والاثنيه والسياسيه. ما ايه يعني اللي حضرتك النزاعات الطائفيه؟ الأباط يبحثون عن وطن بديل، عشنا وشفنا اليوم الأسود ده برضو ساعات إننا نقرأ الكلام ده في الجرائد في الفجر، الأقباط يبحثون عن وطن بديل برضو في اليوم السابق برضو. يعني لا. عايزين برضو نحس والله يا جماعة، يعني لا. إيه لا معلش برضو العناوين ساعات العناوين تبقى مفرعة. بيقول لك ملثمون يوزعون منشورات في سيناء تطالب المسيحيين بترك منازلهم خلال 48 ساعة. كلام الفارغ ده لازم يوقف. ما هو سيناء ديت هي اللغز، ما احنا مش عارفين اللغز مش معنى بدأت. أيوة. في وقت معين ومش عايزه، وكانوا فين من زمان؟ أيوة. واحنا كنا فين؟ واشمعنا لما كانت سينا عمالين نقول اصل ما فيهاش قوات، اصل ما فيهاش حاجات، اصل ما كان بديفيد محددانا، اصل كان بديفيد طيب، وما كانش بيحصل فيها حاجه، ما حصلش مره اختراق من اسرائيل علينا ولا حاجه. طب دلوقتي وهي فيها جيش ايه اللي بيحصل فيها؟ ما انا برضو ايه لغز، ولا هو تهجير زي ما كان حصل القاعده من افغانستان بقى تيجي يجوا شمال افريقيا علشان يبقى السكه نخش ولا نعمل ايه؟ طبعا فيها جزء من ده، يعني في سكه بقى ان احنا نخش. طيب ما دام احنا عارفين وقايلين الكلام ده من 10 سنين، احنا ليه يعني انا في سؤال وكنت اتمنى يكون يعني معانا الاستاذ مسعد ابو فجر، كان في لقاء معاه النهارده في منشور معاه وبيسألوه هل هناك مخاوف من أن تكون سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين؟ قال هذا هو الخطر الرئيسي على سيناء، وإسرائيل حلت قضية فلسطين وفق سياستها وباقي فيها أربع بواقي. هم قايلين كده من أيام شارون. هل قضية الإنسان الفلسطيني هي عايزة تخلص من وجع الراس بتاع الإنسان الفلسطيني، وبالتالي سيناء جزء من هذا المخطط لتسكين الفلسطينيين، وجزء من المخطط أن يعملوا مركز إعلامي في سيناء لحماس من أيام شارون. يا دكتورة من أيام شارون قال الضفة تترمى في حضن الأردن وغزة تترمى في حضن مصر، وحتى الفلسطينيين قال لك إحنا ما بنحبش غير أرضنا، يعني إيه نترمى في حضن مصر وحاجات كده؟ وهم كفلسطينيين يرفضوا إن هم يستوطنوا في بلد غير بلدهم. طبعًا. برضو خلي بالك دي طبعًا. إيه؟ في حاجات كده، رغم إن أنا ممكن أبقى ليا تحفظات على حماس وليا تحفظات مثلًا على الحكم في حماس أو الحاجات ديت أو بسبب الأنفاق بسبب مش عارف إيه الحاجات دي، إلا إن لأ، هم برضو وطنهم بالنسبة لهم ده عزيز عليهم جدًا وما يقدروش ياخدوا، يعني إيه؟ إنما في حاجة بتحصل. ايوه يعني انا بقول لك انا واثق يعني ومصدق نفسي فعلا. أيوة. ان مش ده مش هيحصل، لكن شايفه بيحصل. طيب مين المستفيد؟ وهل فعلا الكلام اللي اتقال ان هيدونا 750 كيلو متر من سيناء ويتعوضون عليهم بصحراء النقب بحيث انهم يعملوا كلام عمال يتقال عايزين حد يطلع يرد علينا في المصايب دي؟ مش عارف. أيوة. يعني ايه، هل الكلام ده يا جماعه مظبوط ولا مش مظبوط، ولا ده كلام بيتقال لنا علشان يبرجلونا في بعضينا، ولا مقصود بيه بقى هي تبقى الفوضى الخلاقه بجد؟ المشكله دلوقتي ان سيناء قطعه من قلب مصر بتنتهك، فيها جماعات إرهابية، وهذه الجماعات الإرهابية عندها طموحات إقامة إمارة إسلامية ولهم نظريات مختلفة. النهاردة محمد الزواهري بيقول أنا الوسيط ما بين الغرب وما بين الجماعات الجهادية، يعني فاتح خط بقى الوسيط.
بقى وسيط ما بين الغرب والجماعات الجهادية وبيتكلم على دولتنا التي لابد أن نقيمها وتبقى للشريعة الإسلامية. فكل الكلام ده عايز نفهمه، عايزين نفهم مين بيتكلم بأي صفة. ما هو برضو في تونس بيحصل نفس الكلام، وفي ليبيا برضو ما هو نفس الكلام. ما هو بني غازي بس هم اللي عملوا الانتخابات وبتاع، لكن انتشاء عندك الشرق وفزان وبتاع، خلاص ما اتقسمت. هل المخطط لتقسيم الدول العربية ليبيا تقسيم؟ هي لسه ما اتقسمتش. ايه يا دكتورة في ايه؟ ما ايه انت كل ده حضرتك لسه ما اتقسمتش؟ يعني ايه مش فاهم حضرتك؟ احنا معقولة للدرجة دي يعني مش واخدين بالنا ازاي يعني؟ ازاي ما تقسم؟ يا السودان ايه؟ في السودان ادي جوبا استقلت والغرب السوداني، وبعدين دارفور، وبعدين عندنا برضو عاملين لنا الحته بتاعت. طب ما احنا لازم نتصدى. ايوه نتصدى بايه بقى؟ ما زي ما قلت لك المخططات. وبعدين بلدنا احنا كل الناس تحب بلدها بقى. في ثوره قامت في مصر وتعالوا نشتغل عشان تجمع الشعب المصري، وعلشان تاخد حق الشعب المصري، وعشان تقضي على الفساد، وعشان تخلي تعيد لمصر امجادها في دوله قويه مفصليه في هذه المنطقه. والله العظيم ثلاثه دوله رائده. انا ساعات بحزن لان ايه، بشوف صوره قدامي على قد ما بتضحكني على قد ما بحزن. انا بالظبط الحاله اللي احنا فيها دلوقتي كلنا كوطن عربي شايف، عارفه تايتانيك بتغرق واحنا بنرش بعض بالميه. والله وفجاه تلاقي واحد يقول لك يا جماعه القميص هيتبل، مفيش يعني بنتكلم في حاجه ثانيه وبتغرق. وواحد خايف ان القميص بتاعه يتبل، والتالت طالع يجري يقول للقبطان مفيش مكوى القميص يعني بنتكلم في مواضيع والمركب بتغرق ومفيش حد بيتكلم في حاجه جد ومفيش حد بيساعد ومفيش حد بيرمي اطواق نجاه. احنا هناكل بعض، المركب بتغرق. الوطن ايه اذا كان يعني مثلا؟ ما هو ده برضو الحاجات اللي بتخليني ايه اتجنن. يعني بشار الاسد في جامعه الدول العربيه اللي كانت في لبنان 2005، هو في خطابه قدام كل الرؤساء العرب قال لك احنا بصدد سايكس بيكو جديده. هو قال. طب ما خدتش بالك لما حصلت فيك؟ يعني طب ما انت عارف. طيب ما احنا يعني انا عايز اقول ايه طول الوقت، هل احنا عارفين وبنصفر ولا كأن في اي حاجه؟ مركب بتغرق وبنتكلم في حاجات تانية خالص غير حياتنا. ما طب لو ما تلمناش دلوقتي ولو ما شفناش احنا اللي قدامنا دلوقتي الوطن وهو عمال بيتقطع، طب امتى بقى نقف مع بعض؟ بس المواطن المصري قام بثوره لانه مش لاقي ياكل. الاساسيات بتاعت حياته، عايز تعليم، عايز غذاء، عايز يسكن في بيت، عايز يتجوز، عايز وظيفه. ما هو عايز حاجات كتيره، بس ده مش معناه ان الثوره حصلت النهارده كل ده هيحصل بكره. ايوه يعني ايه؟ بس ما فيش، عايزين نبتدي نشوف خطوات بتتنفس. لا ما خلاص يعني بقى. اول حاجه اللي احنا بنقول فيه ليل ونهار استرداد واستعاده الاموال المنهوبه. دي مش هتتعبهم في حاجه. كام استرداد الاموال؟ ما اصل برضو عين الناس قاعده حاطه دماغها ان في ناس هتخبط عليها وتقول له محمد ابراهيم ظرف 8000 حسابك من احمد عز. يعني ايه؟ وبعد بكره ان شاء الله اللي جاي من جمال هنبقى اطلع. الناس مستنيه الشيكات. ما انتوا لازم تفهموا الناس يا جماعه، احنا سمعنا الاول 7 مليار. ايوه. وبعدين نسيت اخر حاجه شفتها 28 اسم عليهم 27 مليون حاجه كده. ايوه. فين الحقيقه؟ انت عارفه الحقيقه؟ ايوه. طب لما انت حضرتك دكتوره واعلاميه وانا راجل فنان واعلامي ولينا كواليسنا ولينا حاجاتنا، ولما تقعد تسالي اي حد والله العظيم ثلاثه ما في سؤال من اللي انا بقوله حد بيعرف يجاوب عليه. يوم يقول لك فلان عليه عنده 18 مليار، وده عنده 24 مليار، وده عنده 50 مليار، وده واخد 70,000 47 مليون متر، وده واخد 21 مليون متر. طب ما ترجعوا الحاجه مثلا، يعني رجعوا ده. المصادره دي مش هتاخد الحاجات اللي هنا ولا اللي في لندن ولا اللي في سويسرا ولا على الاقل يبتدي باللي جوه. وبعدين اللي بره نتحرك فيه اسرع شويه. بمناسبة المليار والكلام اللي دخل حياتنا جديد، المليار لما اقول لك مليار تقول ايه؟ يعني ايه مليار؟ ما خلاص ده بقى عادي. ايوه مش كده؟ ده المليار ده بقى عادي، يعني كانك راح تمون بنزين يعني. طب والله لا والتريليون؟ التريليون بدون المليار المليار مش كده؟ يعني ده احنا شعوب غلابه قوي. التريليون 1000 مليار. 1000 مليار. مليار المليار يبقى ايه؟ 1000 مليار صعب قوي الواحد يقول. كلام كتير قوي. مليار يعني 30,000 مليار، يعني 3 تريليون.
صعبه. طب احنا وصلنا احنا كنا اخر حاجه وقفنا عندها عرفناها يقول لك مليونير. لما كان مليون يعني والمليونير ده كان بيسموه ارنب كبير علشان المليون الاولاني بيولد ملايين كتيره وبتاع. وبعدين وصلنا خلاص ما بقاش ارنب ده بقى كتكوت خلاص وجاله انفلونزا الطيور وبقى يتطوح يعني اللي معاه مليون دلوقتي المليون ده بيتطوح يعني سندوتشين جبنه رومي بعد يومين والله كمان 10 سنين كده سندوتشين وحته جبنه وبتاع المليون بقى مليار والمليار بقى في حياتنا بنسمعه بس احنا مش قادرين نستوعبه برضه. التريليون انا وانت مش عارفين ده ايه هو. لا ايه بقى الرقم اللي يجي بعد التريليون؟ ديشليون. ديشليون ممكن في ديشليون تريليون يعني ثلاثة وفي البيشليون ده في ده حاجات كتير اللي هم بقى 24 صفر جنب بعض وحاجات كده. خش بقى الحاجات دي ما مالهاش ارقام. في اصفار كتيره بقى بتتحط يعني يبقى ايه واحد و 24 صفر في زليون ده اللي هو داخل على ال 30 صفر كده اللي هو احنا هنسمعها بقى بعدين ده سري سلايم زليون. في حد في الدنيا ممكن يبقى عنده الفلوس دي كلها؟ بكره نعرف. طيب لو قلت لك كلمه من الالفاظ اللي بتتقال اليومين دول في السياسه الزراع السياسيه ايه رايك في موضوع الزراع السياسيه؟ ما انا عايز اعرف انه زراع فيهم اليمين ولا الشمال ولا وبعدين ده اذا كان الزراع موجوده طب الدماغ مين؟ يعني ما دام في زراع يبقى في دماغ. طب انا ليه ما اقولش الدماغ السياسيه اللي هي فكره يعني؟ ما هو بيقول لك حزب الحريه والعداله هو الزراع السياسيه لجماعه الاخوان المسلمين. ما انا مش حزب النور هو الزراع السياسيه للدعوه السلفيه. طيب والاحزاب الثانيه هتبقى دعوه لايه؟ يعني مثلا الحزب اللي بتتعامل حزب المصريين يبقى ايه؟ مش عارف. انا خايف لما يبقى في زراع سياسي يبقى برضه في زراع عسكري ويبقى في زراع حربي ويبقى في بخاف من كده. انت دخلت في كلام جامد جدا. لا انا عايز الفكره. الزراع السياسي إيه؟ معناها ان في زراع عسكري. يعني ما عايز اعرف ليه زراع سياسي؟ ما اصل الدنيا زراعين، زراع يمين وزراع شمال، لما او احنا مش فاهمين الجمله. او بنقول كلام ما يليقش على واقعنا. ما هي دي المشكله. فعلا الزراع السياسي يعني في زراع عسكري، دي المصير. لا يعني ايه او مش قصدينها. انا مش قصدي اقول ان الزراع السياسي بالمعنى اللي انت فاهمه، لا يبقى لازم تحدد اللفظ. لان الالفاظ دي بقول لك هي اللي مودي انا في داهيه. احنا كل خناقاتنا على الفاظ. والله لا انا قاعد في قاعده وواحد بيقول له لا اصل انت فكرك ناصري، قال له لا ما انا عارفك انت ساداتي. واحنا كان قبل الانتخابات باربع خمس ايام فبيني وبينك انا ضحكت. قلت لهم والنبي ده احنا شكل الناس تخش على ديمقراطيه بالتركيبه دي. هل انت عمرك سمعت في امريكا اتنين بيتناقشوا مع بعض واحد يقول له لا انت بوشاوي والتاني يقول له لا انا كلينتاوي فيقول له لا اصل انا فكره ايزنهاوري شويه، يقول له لا انا مش تهيألي داخل على اوباماوي ولا اوباماوي ولا انت كنداوي. مفيش كده يا جماعه، في فكره، في جمهوري وفي ديمقراطي، في فكره معينه للبلد بشكل سياسي وفي لكن مش افراد. يعني ما هياش يعني الفاظ لازم تتشال من حياتنا عشان كده مش فاهمها ايه يعني يزرع سياسي. ما هو حزب الحريه والعداله احنا كنا الاول بنسمع مثلا الزراع السياسي للحزب الوطني. لا الحزب الوطني كان زراع سياسي وزراع بلطجه وكان اظن هو زراع ورجلين وركب. انا لا ليا دعوه ولا باحزاب ولا بتكلم في احزاب، انا ماليش دعوه باحزاب، انا راجل اساسا ما بفهمش في حكايه الاحزاب يعني مش محترف سياسه. لكن انا ايه مواضيع شغلانه مش اللي بتكلم فيها دي ما بعتبرهاش سياسه لكن مواضيع بتاثر على حياتنا. اللي سمعناها في هذه الايام الداعيه. الداعيه الشيخ فلان الداعيه. الكلمه دي ما كانتش موجوده زمان. لا موجوده بقى لها 10 سنين. ايوه ما كانتش موجوده يعني من 10 سنين. جديده كنا بنسمع المفكر الاسلامي مثلا. كنا بنسمع المفكر الاسلامي طبعا ما فيش غير كده. لكن ايه داعيه بقى او الشيخ يعني الشيخ الشعراوي ما اتقالش عليه داعيه ولكن احنا اللي اطلقنا عليه امام. ومع ذلك الشيخ الشعراوي رغم كل التنويرات والتاملات والالهامات اللي جات له في القران ورفض انه يقول ان انا بفسر. قال لك دي مجرد خواطر ومحدش يكتب عليها تفسير ابدا. واوعى وقعد وشد على الحكايه دي جدا. ان اوعى حد يكتب كتب عني بعد كده يقول ان انا فسرت دي خواء مصر وايه فقهاء والشيوخ كبار جدا يقعدوا يقولوا له انت بتفسر يا شيخ شعراوي. فالداعيه دي برضو يعني كلمه برضو مستحدثه علينا من 10 سنين. زي يعني واحد بيدعو للخير يمكن بيدعو انما الداعيه الاسلاميه بقى في بقت نوع من الاستهتاء. وطبعا لا بقى لها معاني وابعاد اخرى ومدلولات اخرى كلمه الداعيه دلوقتي، انه شيخ محترم بيدعو الناس الى الاسلام وبقت مهنه وبقوا يمتهنوها. لا المفروض ما تبقاش مهنه. لا لان ده عمل تطوعي، لو خدت منه فلوس يعني انا ايه كممثل ممكن امثل واخد فلوس اوكي. لكن انا ما ينفعش اقول لك رايي شيخ
بياخد فيها فلوس. يعني ليها نظم تانية بقى حاجات كده بيبقى ليهم. لا ما هو ما لكن هو ايه الداعية من حقه ياخد فلوس بقى، ده في قنوات قائمة على انها خلاص بقى يبقى ايه. بس ما ندخلش بقى يعني استغفر الله العظيم اوعى نعمل الدين سبوبة تبقى نصيبة. فويل للذين يشترون ايات ربهم بثمن قليلا. وربنا منزلنا القرآن ده عشان يحذرنا محدش يجي لي بحد. ده الاسلام نزل والقران نزل على سيدنا محمد وعظمه النبي عليه الصلاه والسلام ان هو لما جه قال لي انا الوحيد اللي جاي اقول لكم محدش هيروح لربنا بحد. كل واحد لوحده. ده جه حرر العبد. وده برضو على فكره مش كلامي، ده كلام برنارد شو اللي قال لك ده، عامل كتاب اسمه محمد منقذ الانسانيه. شيخ شعراوي قال لي كلمه اتوه فرادى. فرادى خلاص قال لي محدش بيصلي لك ولا حد بيصوم لك ولا حد بيزكي عنك ولا مفيش كانون. مفيش كانون وهو ولا حد يجرؤ. انت اللي بتمارس حتى بنفسك. شيخ او داعيه او اي حد يجرؤ في الدنيا مهما كان درجه الاختلافات مع بعض انه يطلق على نفسه ان هو وسيط بينك وبين ربنا او ان في كهنوت في الاسلام بيختلفوا في كل حاجة إلا في هذا. فما فيش كهنوت، إنما في إنك أنت تنور لي طريقي، إنك أنت تفسر لي حاجة أنا مش واخد بالي منها، إنك أنت تقول لي ملمح جديد، إنك تجتهد في اجتهادات، كل ده مصرح بيه. لكن إيه أنا عن نفسي يعني طول عمري ما بحبش الثقافة السمعية للدين بصراحة، يعني طول عمري لأني سمعت حاجات كتير ولما دورت اتفاجئت. لا مش زي اللي سمعناه، مش زي اللي فعشان كده بدعو الناس دايما للثقافة السمعية في الدين بالذات. نخلي بالنا يعني ندور على المعلومة. ده ربنا أول الكتاب اقرأ، يعني أول وصول الوحي بالنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، يعني اتعلم اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. شوفي كم كلمه علم في ثلاث ايات او اربع ايات. يعني خلاص بقى، لان هو يعني سبحانه وتعالى بعت الرسول لبشريه نضجت وقال لهم بقى انا مش هجيب لكم بقى رسول بيحيي موتى ولا حد بيشق بحور ولا انا جايب لكم رسول يحيي عقول. اقرا بقى في عقول هتتفتح وفي بشريه نضجت. يحيي عقول وهو اللي عمل وهو اخرجناكم من الظلمات الى النور. ده هو احيى قلنا. لان ما هو مش كان بيروح للي بيسجدوا للاتي والعزى وبتاع يقول لهم انتوا بتسجدوا لهم ليه؟ فيقول لهم نحن لا نسجد اليها ولكن نتقرب بها الى الله زلفى. يعني كانوا هم العرب عارفين انهم بيعبدوا ربنا لكن عاملين وسايط بينهم وبينه. وجا الرسول عليه الصلاه والسلام عشان ما فيش وساطه بقى من هنا. ما فيش وساطه. ما فيش حاجه تروح تروح تصلي له عشان تروح له ولا ففي حريه عقل اكتر من كده. وفي كلام احلى من كده في الدنيا. احنا ليه بقى بنلف وندور حوالين معاني مش عارفينها وملخبطين الدنيا فيها وملخبطين الناس فيها؟ تجلي ومنطلق احمد ادم. وهنرجع لكم بعد الفاصل ومعانا مكالمه من المخرج الاستاذ محمد ابو سيف. هنلتقي بك، اصبر معانا بس يا محمد بعد الفاصل. تعلن جمعية أصدقاء الإرهاب الدولي مسؤوليات اللي أنا الزعيم بتاعها يعني لمؤاخذة يعني مسؤوليتها الكاملة عن إن أي لبش في أي حتة في أي منطقة من العالم إحنا اللي عاملينه. وبنعلن أيضا عن عملية تفجيرية كبرى سوف تهز العالم أجمع، هنعملها يوم الثلاث اللي جاي بعد صلاة الجمعة مباشرة. Are there any Friday prayers on Tuesday? يا سيد القرموطي، هل يوجد هناك صلاة الجمعة يوم الثلاثاء؟ حد عارف هيعمل فينا ايه أكتر من كده؟ المناهج بتتغير يا عمنا. يلا خلصوني من الليلة السوداء دي، عيد يا جماعة. يلا ماشي. Tell him to repeat it and stick literally to the script. عاد، والتزم بكل كلمة حرفيا. فيلم أسلحة الدمار الشامل عاشر مرة. تعلن جمعية أصدقاء الإرهاب الدولي كات. بعدين بقى في القط ده والله العظيم بيشتغلونا فيلم فعلا. I need a more terroristic feeling. بيقول إيه لا مؤاخذة؟ السيد الرئيس يريدك أكثر إرهابا.